بس مراتي بقى تاخد علاج يدوها بقى بعد ما اموت انا. في معاش كده في الدنيا؟ بعد ما ادفع معاش التامينات ادفع 27 سنه تامين اخد الكلام ده؟ وكيني اللي وصل الغاز وكيني وصل النور وكيني وصل ميه ادفعهم الوصولات. امال هناكل منين؟ واللي بيكبر بيبقى عاوز علاج، اللي بيكبر بيبقى عاوز شنطه دواء. احنا مش عايزين حاجه ثانيه، احنا مش عايز فلوس، انا عاوزهم يدوني علاج ويتبنونا انا ومراتي ياكلونا، يدونا كل يوم وجبه. حرام معاش 800 جنيه وعند اربع عيال وكلهم في التعليم، اعمل ايه؟ اشحت عليهم؟ اشحت؟ حرام حرام الواحد يشحت وهو على كبر كده. بصوا للدول الثانيه، هو النهارده في حد بيدي لله؟ حتى لا مش عايزين لله، عايزين فلوس. في حد بيدي لله؟ عايزين حد الادنى للمعاش، حد الادنى للمعاش، عايزين عمل حد الادنى للمعاش. اهم حاجه حد الادنى للمعاش 1200 جنيه من حقنا. مش هيدي يا صغار. اشتغلت 30 سنه، 10 في الشرطه، 10 في القطاع العام، و10 في القطاع الخاص. 30 سنه طالع معاش مبكر سنة يعني 2006، ها؟ عملوا لي 140 جنيه، من ساعتها لغاية دلوقتي مرتبي بقى 600 جنيه. يعني ده معاش السادات اللي هو أو الناس اللي ما عندهاش ورق أعلى مني. أدي ملخص بسيط لموضوع أحله إزاي؟ أنتوا بتطالبوا بإيه النهاردة؟ على الأقل بس على الأقل يعني أنت يرضيك اللي بقوله لك ده، يرضيك إن بقول لك 30 سنة خدمة، ها؟ واجي طالع يعمل لي 140 جنيه واقعد من 2006 لغايه النهارده 10 سنين عشان يبقوا 600 جنيه. الدستور بيقول ان ليكوا حد ادنى؟ نعم. الدستور بيقول ان ليكوا حد ادنى؟ اكيد، من غير ما اقرا، اكيد. يا بس 600 جنيه دول ما يدفعوش المايه والنور وايجار الشقه، خلي بالك. 600 جنيه النهارده ما يدفعوش المايه والنور وايجار الشقه. عادي. انا جاي اشوف ايه اللي ممكن يتعمل. وغلبت بقى على فكره، لا قضايا بتنفع ولا يعني من اي من ايام حسني مبارك ولا من 2006، خلي بالك من 2006 لغايه دلوقتي. حسني مبارك ورا منه عدلي منصور ورا منه المرسي وبعدين الرئيس السيسي، ولا حد من دول عمل لي اي حاجه ولا عبرني. انت ايه مشكلتك؟ مشاكل كتيره، المشاكل كتيره. انا تعبان يا بنتي. مشكلتك ايه؟ معاش كتير، معاش كتير، ناس ياخدوها يقول لك فلوس كتيره وسرقينها. وده يقول لك خدها مش عارف مين، صحافه. قناه ايه؟ وسيادتك صحافه يا عمنا. صحافه جرنان يعني ولا ولا جرايد ومواقع حمراء؟ الحياه جرنان. انت ايه مشكلتك حديث؟ مشكلتي يا ابني انا خدمت 21 سنه خدمه وباخد حاليا بعد ما طلعت بقى لي 10 سنين ولا 15 سنه معاشي وصل 500 جنيه. يعملوا ايه 500 جنيه الواحد؟ 15 جنيه في اليوم. انا يعني بص يا بنتي، والنبي تصوري البنطلون المقطوع، صوريه اهو، مش لا اكل انا ولا عيالي. يا ريت الكلام ده يوصل للسيسي، ما احنا الكلام ده كله مش هينفع غير واحد. لا اكل يا بنتي. احنا اروح فين؟ كلام يا جدعان. اروح فين؟ وكل شهرين ثلاثه ايه بندرس لحد الادنى؟ ايه بندرس لحد الادنى؟ هتدرسوه امتى؟ لما نموت؟ لما تضربونا بالنار؟ ومع ذلك اصحاب المعاشات ما زالوا بيطلبون 450 جنيه. حقوقنا الحكومه كلت، حقوقنا الحكومه نسفت، ومع ذلك احنا لا بناخد اتفاقات ولا بناخد حوافز ولا بناخد اوضاع. احنا بناخد جنيهات قليله اللي هي اسمها معاش عشان يجمعونا 450 يجمعونا يمرقونا. وعندي خمس اولاد 450 جنيه لو سمحت. 150 جنيه. هذه الحكومة التي تريد القضاء على أصحاب المعاشات.
وسطو حصلت سطو، اكبر عمليه سطو على اموال اصحاب المعاشات 620 مليار جنيه سطت تحويشه عمرنا، تحويشه عمر اصحاب المعاشات. ودلوقتي بنترجاهم من فلوس الايادي عشان يعملوا لنا حد ادنى لاصحاب المعاشات 1200 جنيه، بنتحايل عليهم عشان يدونا جزء من فوائد اموالنا والحكومه ما بتسمعش. فلازم نيجي نقف هنا ولازم نموت هنا. البني ادم اللي يطلع معاش في نفس يوم ما عوده خروجه من على المعاش يضرب منه، يبقى ما فيش معاش يخلصوا منه. يخلصوا منه زي شال الحكومه، يخلصوا منه بقاله كذا سنه يا بنتي، كذا سنه بدل ما ياكلوا الناس ب 40000 جنيه سنه. الحد الادنى ايه؟ بندرس الحد الادنى محكمه خمس سنين طبعا علينا ربع جنيه. امبارح ماكلين سمك ب 40000 جنيه الحد الادنى سنة سرع عدد انا مساعد ودايهي واقعد هنا واقطع الطريق، والحكومه اللي تقدر تعمله تعمله. هتعمل ايه يا باشا؟ هتعمل ايه؟ احنا بنطالب على الناس الادنى والعلاوات، خمس علاوات حكم محكمه، واحد عنده علاوات جوهريه. معاشك كام؟ انا 500 جنيه والله، اقسم بالله، اقسم بالله 500 جنيه. اربع ايام هل الدكتور ده هيبقى على الورق ولا على الورق؟ يا استاذي انت وهو وهي كده، حد فيكم قرا الدستور؟ حد قرا الدستور؟ اللي قال لك قال حد ادنى للمعاش 1200 جنيه، فين هو الدستور؟ فين هو اللي انتوا قلتوا لنا؟ انقلوا انزلوا استفتوا على الدستور، فين هو؟ علاوات من ايام حس البر وخير عديد، وخير عديد يا فلوس، ولازم نجيب حكم محكمه عشان ناخد العلاوات. حكم محكمه ايه؟ حكم محكمه ايه؟ دعوتنا الحكومه بتعملها. اسمعوا يا جماعه، 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 مش عايزين يدوني مساحات، ودي مرتب وحواب مش مكافأة ولا أي حاجة. أما أنا طالب فيها ورفعت قضية وخدت حكم بإن أنا أصرف مستحقاتي، ولغاية دلوقتي مظلومي، أنا لا بدي رشوة ولا بدي هدية، أعمل إيه؟ أنا بدي إلا أعمل إيه يا رب؟ أعمل إيه؟ أنا مناسب الرئيس الجمهورية يتدخل في يديني حقوقي، عايز حقوقي يا رب، عايز حقوقي قبل ما أموت. والأدية يستفادوا بيها، أنا عندي السكر وعندي القلب مش قادر أواجه الحياة، ودي حقوقي مش عارف أخدها. معاش كام يا حاج؟ نعم. معاش كام؟ أنا معاش 1400 في 38 سنة خدمة، 38 سنة خدمة، بس أنا ليا مرتب وحوافز مش عارف أخدها، أخدهم منين؟ أروح لمين؟ أقول يمين يا رب، الليل على حتى معاش كام يا حاج؟ انا باخد 1400 من 1000. طب تعمل ايه بقى انت بقى ولا انا؟ 700 جنيه. انا من 2001 يا رجل.